motion. Let's go. Ha. I needed some shit with some bop in it. Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving. That whip had a cop in it. Woo. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Hot. Oh, you asking for pictures with niggas? What? What's your name? Get the fuck out the spot, nigga. Trying to figure which deal I'ma take. Uh-huh. I woke up, couple meal on my plate. Let's eat. النهارده في معرض كينج تشيس، مكان من اصعب الاماكن اللي ممكن تشوف فيها عربيات ضعيفه، واكبر دليل العربيه اللي معانا النهارده. As soon as I found that I flipped that, flip. I'm a little bit different, they get it. They know I'm stiff on the bitch and she did. Tryna find out why baby ain't all in the mentions. No, she ain't get no DM from me, bitch. This rich nigga dick, it ain't free. She be throwing that out, yeah, she good at it. Turn around when we fuck, make her look at it. She like, ha. I needed some shit with some bop in it. Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving. That whip had a cop in it. Okay. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. Yeah. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Hot. I'm on orthodox than them. أغلبيتنا عايز يشتري عربية تكون عائلية تقدر توصل بيها مراتك الشغل الصبح وتوصل بيها عيالك المدرسة، وفي نفس الوقت ما تموتش الروح الرياضية اللي جواك. عربيتنا النهاردة قدرت بإنها تجمع كل ده في عربية واحدة. عربية ليها تاريخ كبير جدا وليها تاريخ عظيم، شركة عريقة، وانها العربية اللي تكون معانا من شركة بورش، والموديل اللي معانا النهاردة بالاخص بورش مكان 2018. العربية دي بتنزل ستوك 4 سلندر 2000 سي توين تربو، مطلعة 252 حصان و370 نيوتن تورك. كل الارقام اللي انا بتكلم فيها دي والهورس باور العالي والنيوتن تورك العالي والتوب سبيد العالية اللي انا هقول لكم عليها، طالعه من عربيه ستوك اس يو في، عربيه عائليه فعلا. شركه بورش بتبدع في العربيات دي. العربيه دي الفئه الاولى الفيس ليفت الجديد، سعه تخزين الوقود بتاعت العربيه دي 65 لتر، وبتستهلك كل 100 كيلو 7 لتر و2 من 10. ارقام زي دي بالنسبه لعربيه بورش فهي فعلا ارقام موفره. سعه التخزين بتاعت الشنطه 500 لتر. طول العربيه دي متر 70، اما بالنسبه لعرضها فهو متر 92، بالنسبه لارتفاعها فهو متر 62. فوانيس العربيه دي LED وفيها كشافات شبوره ومرايات كهرباء وعليها جنوط مقاس 18، وبصراحه شكل العربيه شيك جدا ومتناسق. تعالوا ناخد فكره عن شكل العربيه من جوه. ميزه مهمه جدا في العربيات البورش ان هي بيبقى فيها المفتاح ده هنا، لان العربيات البورش اساسا فكرتها كانت قايمه على عربيات السباق، فالمتسابق هو بيبقى داخل هنا بيبقى اسهل له انه يدور العربيه من هنا بدل ما يدورها من هنا. زي ما انتم شايفين الطاره شكلها مميز جدا. طبعا التراث بتاعها بتاع بورش. العربيه هنا مزوده بشفتات، وهنا في شويه اوبشن في الطاره، زي ان انت هنا بترفض المكالمات وهنا بتستقبل المكالمات، وفي هنا شويه تحكمات في الاوبشن بتاعت العربيه. اول حاجه في الاوبشنز اللي موجوده في العربيه هنا معانا الهاند بريك، ودي هاند بريك كهرباء ما ينفعش تشتغل وانت على الطريق، تشتغل وانت واقف بس. تاني حاجه معانا التراكشن كنترول، وده السبورت مود بتاعت العربيه، وكل الكلام ده تحكمات التكييف. وهنا معانا الاوف رود مثبت السرعه، وهنا لما تكون عايز ترغيه. الفتيس اللي معانا فتيس اوتوماتيك بينزل 6 غيارات. طبعا من اكتر الحاجات المميزه في العربيه دي ان الفرش بتاعها جلد وفي نفس الوقت شموار. طبعا من اكتر الحاجات المميزه في البورش العدادات بتاعتها اللي شكلها ملفت جدا، والتوب سبيد بتاعت العربيه دي 280. هنا الشاشه دي اللي بيظهر لك فيها اذا كان في عطل ولا لا في العربيه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات.